السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى في الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله أحبابي في الله، قد سمعنا هذه الأدلة التبليغ من سورة الأنعام، وسورة الأنعام تسمى سورة العقيدة، فهي أطول سورة نزلت جملة واحدة، ونزل يزفها جاءت يزفها 70,000 ملك. النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوته شديدا، قال أمر عظيم قد حدث، فكان هذا الأمر العظيم نزول هذه السورة، وهي سورة العقيدة، لأن الله عز وجل عرض فيها لكل قضايا الإيمان، بل تكفل فيها ببيان الحجة لسيد الأنام، ولذا هي أطول سورة ورد فيها قوله تعالى قل، وفي كل مرة يلقنه الحج يمليه إياه. والحقيقة بدأ الشيخ عبد العزيز جزاه الله خيرا، بدأت ببيان منهج الله في الوحي، منهج كامل في آية واحدة، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن الشرك. ايه معنى اتبع ما اوحي اليك؟ هو ده اخطر منهج. كل الناس تبني احكامها اما على امر من داخلها او من حولها، فالذي يحرك الناس من داخلهم اما طاقاته وقواهم الداخليه كالنفس كالهوى، أو من خارجهم كالشيطان كالملاك كالبشر، أعراف وعادات وقواعد ونظم وقوانين. هذه هي المنظومة أو المنظومة التي يعيش بوسط الإنسان. من هؤلاء يصلح لتشريع الإنسان؟ هل يصلح أراك؟ هل تصلح نفسك؟ هل يصلح شيطانك؟ أن تصلح البشرية بكاملها من حولك؟ أي هؤلاء أحق بالاتباع منك؟ عندك من القوة من الطاقات ما عند غيرك، وعندك من القوة ما تدفع به شر الشر الذي في داخل خارجك. إن كان في النفس جانب شري ففيها جانب خير، قال تعالى نفس ما سواها فألهمها فجوراتها، وأمرنا أن ندفع جانب الشر فيها وأن نغتنم جانب الخير منه، وهذا معنى التزكية، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن زكى نفسه ارتقى بجانب الخير فيها وحجب جانب الشر عنه، وده نوع من الجهل. اللي صدق فيها زكت نفسه وسمت نفسه وارتقت نفسه، وكذلك الهوى مأمور أن يزكي النفوس، ومن الذي يقوم بالتزكية؟ قلب، لأنه هو الملك المتحكم، وهذه قوة معه في الصدر، النفس أو الهوى كلها قوة صدرية. القلب مأمور أن نرتقي به حتى تزكي النفوس معه، فإن زكى القلب وزكت النفس استطاع أن يوجه الهوى، والهوى في داخله في صدوره، ليس الهوى الذي يتنفسه،
الهوى قوة خفية في صدور البشرية، ومن أخطر القوى فيما تأثيره. فإذا لم ندافعها ونسعى لتزكيتها والسمو بها أضلتنا خيرا. وربنا العباد نص على ذا فئات عدة، منها قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فرب رتب دخول الجنة على هذا العمل، كيف تصل النفس لمرحلة أن تنهى النفس عن الهوى. النفس فين؟ في صدرك. والهوى فين؟ في صدرك. كيف نحرك هذه القوى بعضها ضد بعض؟ ده البشرية لا تعرف أين النفس ولا أين الهوى، ولا الفرق بين النفس بين الهوى. فكيف تتعامل مع ما تجهل؟ كل البشرية، هتقول إنسان عنده دراية لملكاته وإمكانياته وتقدم البشرية أن يصل لهذه القوى التي أوجدها الله في صدورنا ونحن نجهلها من آدم اليوم هذا والبشرية في غيب الناس. قوة الصدر كلها، كم قوة في الصدر؟ سبعة: الروح، القلب، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى. ما معلومات البشرية عن السبعة؟ إيه الفرق بينها؟ كيف نرتقي بها جميعها؟ كيف نرتقي من خلالها؟ مطلوب تزكيتها ومطلوب السمو بها. فالجاهل بها كيف يتعامل معها فيسمو بها، وكيف انتفع فيسمو بسموها. هذا جاهل في منتهى الخطورة اعطاه الله للمسلمين وهو غيب في حق البشر، غيب ما في الصدور، غيب يقينا. علمنا الله هذا الغيب وعلمنا كل قواعد تزكيته وكيف نتعامل معه، بل كل معادلة ثغراته وأخطائه وأمراضه. وهذا هذا التفصيل. والبشرية ليومنا هذا لا علم لها بها أصلا، ولا تفكر فيه ولا فكرت فيه، ولا سبيل لها الوصول إليه. نحن نملك هذه الكنوز كمسلمين، لكن للأسف الشديد قضايا رابحة ومحاميها فاشل. من من المسلمين يحسن عرض على المسلمين لو علم حقيقتها أكثر خلق الله لجال دون عين السلف؟ كيف تكنز عنا هذه الكنوز؟ ده الآن بيصرعونا عن أي بلد مسلم يوجد فيه كنز ذهب ولا بترول، كل قوى الأرض تقاتل لسرقته ونهبه. كيف لو علموا هذا الكنز الذي عندنا والذي فيه حل لكل مشاكلهم النفسية والجنسية وغيره؟ حياتهم كلها، حياة المولود هذا كله. رب العباد رتب على دخول الجنة: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة المأوى. بس دي ده الهوى جت في آيات عدة. وهل ضل من ضل إلا بالهوى؟ قال الله تعالى: بل اتبع الذين ظلموا. كل الذين ظلم أيوة سبب ظلم أي رئيس؟ قال: بل اتبع كم في اتباعه؟ اتبع معينيك دول اتبعوا ايه؟ بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله. فجعل اخطر اسباب الضلاله اتباع الهوى. اتباع الهوى، بل بين ان الخاضع لهواه اذا تمكن الهوى من النفس وتمكن معه من القلب، الملك بيتحكم فيك. الحكم الملك كيف يدلوك ويدلو داخلك وخارجك؟ يتلاعب بك. رب العباد يصف هذا المشهد. وكيف ان بعض الناس تملكهم الهوى فصار الحاكم الاوحد الذي لا يعرف غيره، لا يتبع سواه،
أرأيت، ولما أقول أرأيت التعجب، إنسان سوي عنده كل هذه القوة يفرط في كل هذا ويستسلم هواه، يقول تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، جعله الإله الحاكم المتحكم الموجه الذي لا يتبع غيره ولا تعصيه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أنت رسول الله للزوالي؟ الخطاب لمن؟ لسيد الخلق. متبع الهوى لا سبيل لأصلح المصلحين على إصلاحه. أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يتبع الهوى يسمعون أي الحق الذي يجد به كله أو يعقلون؟ صاحب الهوى يسمع الاثنين اللي بيحكمه هوى، هواه يدفع للسماء، يرضى منه السماء، يرضى منه أن يعقل أن يفهم، هو لو عقل ولا فهم هيعقل ضد الهوى، كيف يتركه الهوى يعقل؟ كيف يتركه الهوى يسمع؟ النتيجة إن هواه يمنعه من سماع الحق بالكلية، وإذا لم يسمع الحق كيف يعقل؟ لذا يقول أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أي الحق أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. تخيل لما رب العباد يصف وشخص لنحنت هذا الشخص كيف وصل لمرحلة من الحطاب، صار أحط من البهائم، هيعيش عمره كله ما أدرك الحمار، عشان يبقى حمار، يعني أنت لو وصفت من حمار تبقى ظلمت الحمار وتستغفر الله من ذنبك في حق الحمار. الحمار اتبع، الحمار اتبع ما يوحى اليه الرب. هذا ما ادرك هذا المعنى، ما ادرك هذا المعنى وعاد. بل قد يكون هذا المتبع الهوى من اكثر المسيحيين، استاذ جامعه واخد دكتوراه واخد استاذيه كمان. وفي هذا يقول تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ هذه آية. الثانية قال أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. على علم، إي والله على علم، وأضله الله على علم، وختم نتيجة اتباع الهوى، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة فلم أذن تسمع الحق ولو سمعته ما وعدت، ولا القلب يستمع، ولا إلى الوجه الحق يهتم، ولا يبحث ولا يطلب، بس حتى العين التي قد تعرض أمامها الحقائق لا ترى فيها ما فيها الحق. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله، أفأنت وأضله الله عليه، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، وجعل على بصره غشاوة، إي والله هو. يعني ممكن الهوى يصل بإنسان هذا مع محطاط؟ نعم. كيف ندفع قوى الشر هذه التي فينا إذا كنا نجهل وحي ربنا؟ هندفع بإيه؟ ندفع الهوى بالهوى؟ إذا كنت أنا خاضع للهوى، هدفع الهوى بالهوى؟ ولا أدفعه بالنفس التي أذلها الهوى؟ ولا أدفعه بالقلب الذي أضله الهوى؟ ولا أدفعه بالسمع الذي أصمه الهوى؟ ولا أدفعه بالبصر الذي أعماه الهوى؟ بما أدفع؟ أي قوة في داخلي تدفع الهوى؟ إذا كانت القوة الرئيسة لم تسكن ولم تسمو فكيف تدفع الهوى؟ ليك عن دفع الشيطان ومتبع هذا، هيطيع الله ولا يطيع الشيطان؟ والشيطان أخطر مدخل يدخل منه الإنسان هوى. لا أستاذ جامعة، راجل متعلم على مستوى التعليم ويفعل أفعال هباب، تسأله للتمييز يقول لك هوى يا أخي مزاجي،
هوايا مزاجي وغير. أين التعليل اللي استعلمته؟ أين المقام الذي يعني تحصلت من دعم الأستاذ وقدوة؟ قدوة مين يوم؟ أمام الهوى لا أستاذية ولا قدوة وسمطين. لا أستاذية ولا قدوة. ندرك هذه المعنى الخطيرة جدا. طيب من نتبع؟ من حولنا؟ وجلهم يحكمه الهوى. يبقى أنت تخضع من هواك لهوى غيرك. رحت فين؟ رحت في 60 دهر يقينا. في 60,000 دهر. ندرك. لذا يأتي هذا النص ليضع لنا المنهج. اتبع ما أوحي إليك. لا سبيل لتقويم قواك الباطنة والظاهرة إلا بالوحي. فلا يعلم حقيقة ما فيك إلا ربك بريك خالق. ولا يعلم حقيقة ما في صدرك إلا هو. إنه عليم. عليم مش عالم. عليم صوت مبالغة. يعني علم بلا حدود. إنه عليم بذات الصدور. كل قوة في الصدور. ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. فإن لم يعلم الخالق خلقه فمن يعلم؟ وإن لم يقوم الخالق خلقه فمن يقوم؟ وإن لم يوجه الخالق خلقه فمن يوجه؟ وإن لم يزكي الله خلقه فمن يزكي؟ وإن لم يسمو الله بخلقه فمن يسمو؟ فكيف بعد كل هذا نتبع غير الوحي؟ لازم الكلام ده عن الإجمال. لو أخذها التفصيل سنذكر. طيب تعال نسأل، من له حق التشريع لك؟ هواك ولا هو غيرك؟ إذا كان كل بشر هواك، كل من ترك الوحي تحكم في هواك. كل من تحكم واللي تحكم في الهواء يوصل فيه، سواء أنت أو غيرك. إن اتبعت الهواء الذي في داخلك أو هوى غيرك في الحالتين رحت الدنيا. يقول لك أصلي يا عم الشيخ مع بعض، وإحنا محتاجين لناس دارسين ومتعلمين وفقهاء دستوريين يحطوا لنا قانون هنمشي عليه برضه. طب حتى لو حطينا القانون وخوفنا الناس وجعلنا الهوى جعلنا صاعد، هنصف إيه؟ في مسألة ولا في كل مسألة؟ هنصف في موضوع في القانون. اللي هيكسر المشارة هنحبسه. ما يكسرش الإشارة. لكن بعد ما عنده إشارة يعمل عايزه. تعرف تمنعه؟ بيحصل ما يحصلش. السرعة والرادار. هيعدي الرادار ويجيب راحته. بيحصل بعد ما يحصلش. سلامات. اللي يحكمه هواه قانون الخلق يحكمه، وإن حكمه في لحظة يحكمه في كل لحظة، وإن حكمه في فعل يحكمه في كل فعل. يستحيل. ليه؟ أولا لأن قواعد التشريع لها أصول ثلاثة. خبرة طويلة عند المشرع، خبرة بمن يشرع له، مش خبرة بطريقة التشريع. خبرة تختلف. يبقى واحد خبير في الصياغة يعرف يصيغ حاجة، وواحد خبير بواقع الناس الذي يشرع له شيء آخر. جل البشرية حصلت الخبرة فين؟ في قدرتي على الصياغة. إن يقدر يجمع قوانين فرنسية على إنجليزية ويختار منه. سلامات. ما معلوماته وخبرته بمن يشرع له؟ هاتوا أي فقيه دستور. احتكاكه بالناس شكله إيه؟ ده أغلب هؤلاء رفضوهم على إنه يعيش بعيد عن الناس. أنت راجل قاضي فقيه دستوري ينفع تجلس مع الناس؟ محظوظ تجلس مع الناس، تضحك مع الناس، تهزر مع الناس، تفقد هيبتك، تفقد وقارك، كلام سأله خلق الخضار يربهم عليه. طب الذي أبى أن يحتك بالعباد كيف يشرع لواقع العباد؟ لواقع يجهله، ده بيضع قانون يطبق في الواقع يا اخوانا.
واقع الهلع. أين خبرك؟ أي فقيد السلوك؟ حتى الخبرة في طريقة الصياغة كم قدرته على التحصيل؟ هنقول خبير، أكبر خبير عندنا كم سنة خبرة؟ على الأقل هيبقى طفل في الأول ابتدائي وإعدادي وثانوي، ولا أم ولا جد فقيه دستوري. سمعت حد أم ولا جد فقيه دستوري؟ نزل بطن أمه فقيه دستوري. ربنا بدأ يقول هو الذي أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا، يعني أستيك ممسوح لا تعلمون شيئا، أي شيء شيئا ولا جاءت نكرة في سياق النفي تعم، لا تعلمون شيئا، لا شيء يسمى شيء. قلت في صوت سنوات ابتدائي واعدادي حضانة ابتدائي واعدادي ثانوي كم كم سنة حتى تصل الجامعة حتى تخرج من الكلية 16 سنة، ده غير قبل الدراسة. خريج الجامعة تخرج على سن الجامعة 22. طيب انطوى من عمر 22 عام قبل أن يتخصص في الفقه الدستوري. هتخصص هاخد كم سنه في ماجستير الدكتوراه؟ خمس ست سنين دراسه؟ متى صار فقيه دستوري؟ لما اخذ الدكتوراه يبخلوه استاذ مساعد، ما صارش استاذ، مجرد تخرج ما ينفعش عشان يديله فرصه يبقى استاذ. الشاهد يا اخواني هنقول الاستاذيه دي ست سنوات كمان دخلنا في 30 سنه. كم عمره اصلا؟ نحسبها كده كم عمر الفقيه الدستوري؟ ها؟ الحكومه نفسها اديته خدمه معاش بعد 60 ولا بيكمل؟ عند 60 يعطوه خدمه، ها؟ ما عاش عدى مش كده يا اخوان؟ وكلنا ما عاش بعد 60، ما انا اعتذرنا يا اخواني كبر السن، انا من اكبركم سنا يعني مش هتنازعوني لا احسن احسن اكبر من السن ندرك. طيب اذا بقي لهم عمر كام؟ 30 عام. احسبها كده كم خبرته فيه اللي حصلها؟ 30 عام من الخبره، 30 عام ده انا هيك عم كذب ولا لا؟ ده خبره 40 سنه في حسابك ما كان في الابتدائي بقى فقيه دستوري. فخبر ال 30 سنه، ال 30 عام دي كم منها لاكله وشربه؟ كم منها لكسبه؟ كم منها لزوجته؟ كم منها لاولاده؟ كم منها لفسحته؟ كم منها لطريقه؟ كم منها لقراءاته واطلاعاته للصحف وغيرها؟ كم منها لدراسه الفقه الدستوري؟ هيطلع في كل سنة كم ساعة؟ جمعهم كده. هيطلع في في الثلاثين عنده كم ساعة؟ مش هكمل سنة. يبقى ده خبير. ونعتبره أبو الخبرة. والخبرة في تحصيل فقط قوانين وقواعد من تسن القوانين ولا علاقة له بمن يقنن له. اللي بيشرع ده بيشرع عشان يقال وضع قانون ولا عشان يضع قانون يصلح بالعباد؟ الغاية من القانون ان يبقى اسمه قانون، ولا الغاية ان يقام في حياة العباد حتى تقوم حياتهم، ان يتبعوا العباد حتى يستقيموا معه؟ اخوان مدرك اين خبرة اي فقيه دستوري اللي احتاج بهم في حياته؟ كلهم فين؟ من أولاده؟ من أحفاده؟ ولا من جيله؟ ها؟ طيب، يعني كل خبرة أخذها أخذها من جيله. هل جيله كالجيل الذي قبله؟ كالجيل الذي بعده؟ كل سنة طيبة. إذا أخذ خبرة محدودة في زمن محدود من نوعية محدودة من البشر اللي يسأل لم يحتك به. هو بشرع له بس ولا لكل الناس؟
ولكل الأمة. إزاي نجيب واحد خبير بخمسة ونقول شرع خمسة مليون؟ خبير بتسعين واحد ونقول شرع المائة مليون؟ أين خبرته؟ من أي جانب؟ خبرات لا تذكر. ده عنك الكلام الكلام الضخم. الفقيد بيستغل خبرة 40 سنة ما شاء الله. ها؟ ال 40 سنة دي لم كم ساعة فيها؟ لو قلنا 30 سنة 10 سنة منهم. إيه اللي تبقى؟ 20 سنة؟ حصلوها. كم منها في خدمة سوريا؟ أين خبرته؟ أيقارن هذا بعلم الخبير الحكيم؟ بعلمنا؟ ولذلك لما نقعد نتحدث عن تشريع بدأ بذكر خبرته، قال شرع لكم من الدين أحكام القواعد الشرعية ما وصى به واحد، والذي أوحينا إليك فمن أول أولي العزم المرسل لآخر أولي العزم المرسل موصى به، والذي أوحي إليك ها وموصى به إيه؟ إبراهيم وموسى وعيسى، فقبل الأول والآخر وقبل الوسط كله. أين خبرة الخلق من خبرة الخبير؟ لنا خبرة تذكر لخلق. نستنكر على الله الله تعالى أن يشرع وأن نتبع وحيه، ونسعد بأن البشر الذي لا يملك شيء ولا خبرة هو الذي يشرع، يبقى احنا عقلاء. التصرف ده تصرف عقلي، ده الأصل الأول في التشريع الخبر. ولا خبرة الخلق أمام خبرة الخالق، لا خبرة ولا عندنا خبرة. ها احنا وضحنا جانب الخبرة. ثانيا، هذه الخبرة اللي احنا اكتسبناها الهدف منها ايه؟ نصر القانون. ما قدرة الإنسان على إحكام الصياغة؟ مش على الصياغة، لأن القانون ده مش مجرد قانون نحطه نضعه خلاص، ده مطلوب قانون يعرض على المحاكم وفيه محامين هيناقشوه وفيه قضاة هيطبقوه وفيه نزاع وسجال طويل جدا في نصوصه. ده يفهم اللي عايزه، ده يفهم اللي عايزه، وده يحتج باللي عايزه، وده يحتج باللي عايزه. طيب ما قدرة الفقيه بسرعة الصياغة؟ ده عايزة علوم ضخمة غير علم التشريع والفقه الدستوري، عايزة قدرة كبيرة جدا في اللغة. طيب كم فقيه دستوري عندنا ضليع في اللغة؟ يبقى الفقيه الدستوري ما بيعرفش يقرأ جملة صح، جملة صح ومنعرف، ورأينا هذا. فقيه دستوري لا يحسن قراءة جملة، يحسن أن يصوغ الصياغة ما تخرش المية، لا يختلف الناس بها أو لا يختلف الناس عليها. هيجيب كلمة فين يخل؟ ما قدرة أي فقيه دستوري على إحكام النص. وده الجانب الثاني، إن لم يكن النص محكم كيف نطبقه؟ غير محكم، هنيجي نطبقه المحامي هيطلع لنا المتهم اللي خالف القانون هيطلعه بريء بالقانون. ليه؟ لأن الفقيه بيستوعب القانون نسي أنه يتعامل مع محامين قد يكونوا أشد من خبرة. كم من محامي كان فقيه دستوري فأقدم منه وأعرق منه، النص اللي يحطه يضعه القاضي السابق ده هيجعله له منكر، هيخرج له منه مئات الثغرات. كيف يحكم؟ كيف يحكم النص ممن لا يحسن الإحكام؟ من أحكم من الحكيم؟ إذا لا نص في أي قانون على الأرض محكم عشان نكون يصعب اختراقه. ولذلك كل قاضي الدولة تضع قانون، أول ما يبدأ يقعد على القضاء والمحاماة يعني تحصل مشكلة عايزين نطبق القانون على أي مخطئ، المحامين هيدافعوا عنه
ومفيش متهم غير محامي والقانون مطالب بهذا. طب لو جه المحامي ده فقيه دستوري اكثر فقيه دستوري هيطلع له القانون ده شرابه خروج، هنطبقه ما عادش يصلح في التطبيق. نعمل ايه؟ طيب نشوف فقيه دستوري اخر ان ما كانش نفس الفقيه الدستوري، نقول له طب اعمل لنا ايه؟ تعديل للقانون. ونرجع لنفس الدائره، من يقدم؟ من يشرع؟ الفقيه الدستوري. من يعدل؟ الفقيه الدستوري. من يغير؟ الفقيه الدستوري. هيغير هيحصل نفس اللي حصل في الاول وهيخترق القانون. اخواننا الدرس لعلم القانون هيسهل، كم قانون وضعه الناس للناس في تاريخ البشريه؟ مليارات القوانين، وكلها بعد تطبيقها صارت الى مزبله التاريخ. ولسه مخمن شغالين، لسه مخمن. من نتبع نص قانوني لا احكام فيه، نص دستوري او نظامي لنظام نعيش عليه لا احكام فيه، كل واحد فينا فهم بدماغه وبهواه وزي ما عايز، ثم ناتي على التطبيق يطبق على من نهوى ويحرم منهم من نهوى، ونفس القانون القاضي نفسه اللي يطبقه مره يبرا رايه واحد ومره يدينه وبنفس القانون. سلامات، عايز يبرأه بنفس القانون، لو كان له واسطه وظهر كبير هيبرأه بالقانون، ملوش واسطه والله هيدينه بالقانون. يبقى ده قانون ولا عايز يقع في القانون تحت النار يحرق؟ وصل معنا يا اخوانا، ندرك سامحوني الموضوع كبير جدا، انا بس اطوف على الموضوع سريع جدا. فمن احكم من الله حتى يحكم لنا النصوص؟ وذلك كل النصوص قد تتغير، نصوص الوحي لا تتغير. لذا يقول تعالى: كتاب احكمت اياته ثم فصلت، حتى التفصيلات بتاعتها دي خطوة بتاعتها كلها من لدن، وجاب الصفتين حكيم خبير، فجمع الى جانب الحكمه الخبر، ودول الاصلين الاول والثاني، حكيم وخبير. ها يبقى انا اتبع من؟ الحكيم الخبير ولا من لا خبره له ولا حكمه؟ ها نختار من؟ الاصل الثالث، القانون الذي صغناه على من يطبق، حتى لو افترضنا ان واحد دستوري كان يعني ناصح بمجهوداته الشخصيه وقعد مع الناس وسمع من الناس وشاف عرف الناس شاف عناد الناس، مش فقط دراسه قوانين وتجميع قوانين ابدا. لو افترضنا هذا هو موجود، الخبره التي اكتسبها من جيلي يطبقها على من؟ على من بعد. من قال لك ان الجيل التالي كالجيل الحالي؟ وهل ظروف الاجيال الواحده؟ وهل احوال الاجيال الواحده؟ جيلك كجيل ابيك؟ ولا جيل ابوك اختلف؟ وجيلك اختلف؟ ها؟ الاعراف والعادات والقوانين النظم واستقبال الخلق القوانين على مستقبل ابنها. هل جيلنا كجيل ابائنا؟ كم قانون وأعرف عند ابائنا تمرد على اجيالنا؟ هل نتصور اننا تمردنا على ابائنا واجدادنا وعلى قوانينهم ولا تمرد علينا اولادنا؟ ها؟ انت عايشين في بلادهم مجرد لآلة تنفسوا تمردوا؟ تمردوا ما تمردوش؟ تعرف تناقشوا؟ ها؟ ممكن يحطك في السجن. وبالقانون أبوه، أيوه أبوه. وكم من أب منكم دخل السجن بسبب خلاف بينه وبين ابنه أو بنته؟ بالقانون. ها؟ الأجيال اختلفت. جيل أجدادنا وآبائنا اللي ما شافوش إلا الراديو،
هتقلل من بجنة اللي شاف المحمول؟ ها؟ أنا أدركت مجدد الله رحمه حتى الرسول محمول بقى. كان فخيم مستوى مش هتعاد. يوم اختار الرجل وصل البلد عندنا في صعيد مصر. فاللي اشترى الرجل بقى ايه؟ أستاذ كبير وقرأ يا رجل. كانت دي يعني حاجة كبيرة جدا جدا إنه اشترى رجل. وكان الرجل بتاع زمان أكبر بالتلفزيون بتاع الأيمز حاجة كده كانوا ضخم. طرابيس كان رؤيه ده راديو جلال افندي والله لا تسال. فلقيت جدي راح نور المسجد لقيته مستمتع. قلنا لا يا رجل فين جدي؟ قال لي يا ابني مش سامع. قلت له سامع ده راديو. قال لي يا ابني من عامة الساعة دي الحديد تكلم عدها من علامات الساعة لو شاف المحمول قبل ها؟ جينا استلم المحمول وكنا يعني فرحانين موت ان احنا مسكنا محمول. كان المحمول قد كده زي فرد الشير شباب والاصبع كده حاجة يعني وكان غني جدا. اخر ما تعلمنا في ايه؟ الاستقبال الاتصال والارسال. طيب المحمول اللي مسكناه في الاول هو المحمول ده؟ اللي اتعود على الاتصال والاستقبال من جيلنا يعرف يلعب لعب من ايام الشباب الصغيرين الاطفال 5 سنوات وست سنوات. اتحدى ما تلعبش بابا. واحنا لسه نفس الجيل. ليه؟ احنا ليس عندنا القدره والصبر ان احنا نمسك المحمول ده ونفليه ونطلع كل الامكانيات بتاعته. الولد الصغير ده من اول ما مسكه عايز يوصل لكل حاجه صغيره بما فيه. ابوه نفسه لو حصل اي مشكله في التليفون خد يا ابني صلحه لي شغال. بيحصل ما حصلش؟ لما جيلنا شر عن هذا الجيل يبقى احسن الجيل ولا اسهل؟ كيف نشرع المستقبل نشر؟ لا نعلم. نضع قانون لمستقبل غير موجود غير معلوم ليطبق على جيل كامله فيظلم الجيل حتى يأتي من يثور على هذا القانون ليغيره؟ أليس تقنين الإنسان إنسان من أعظم المظالم؟ من نتبع؟ تشريع من لا خبرة له ولا حكمة عنده ولا علم له بالواقع الذي يشرع له؟ من العليم بهذا كله؟ أإله مع الله؟ العليم الحكيم الخبير كله صفات للناس. فإن لم نتبع حمل نتبع لتقول اتبع ما أوحي إليك ليس لك إلا طريق واحد الوحي. ولما أقول ما أوحي تعني كل الوحي كتاب وسنة. الكتاب وحي والسنة وحي. النبي ما تكلم من نفسه قال تعالى ها والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. شوف العلم ايه؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. علمه شنو هو؟ فجعل كلامه وحي وكلام النبي وحي وامر باتباع الوحي. اتبع ما اوحي اليك من ربك. هو المربي. وجعل بصره الرب ونعمته بصره الاله. الاله المحبوب المتعبد المطاع. لكن الرب الخالق الامر صاحب الخلق وصاحب الامر هو المرب الحقيقي ولا مرب غيره. لذا قال اتبع ما اوحي اليك من ربك. ودي تستوجب علينا وحده التلقي. لا نتلقى في حياتنا امر الا من صاحب الامر سبحانه وتعالى ولا سبيل لتلقيه الا الوحي المنزل. يبقى ارتهنت حياتنا كلها بالوحي صغيره وكبيره. بتعمل كده ليه؟ عشان ربنا الكسب. بتعمل كده ليه؟ عشان رسول الكسب. هو ده الدين. هو ده الاسلام. هو ده الربانيه التي لا يقبل الله من عباده سواها.
قال تعالى: ما كان لبشر، اي كما قرأ ولو حتى نبي موسى، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، خذوا بكلام من دون الله، ولكن المنهج كونوا ربانيين، يعني لا تتلقوا الامر الا من الرب، هو ده معنى اتبع ما اوحي اليك من ربك، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب اي المنزل وبما كنتم تدرسون. يبقى الكتاب اللي تعلمته وانت مطالب بفهمه وعمل به ودعوه الناس اليه وتعليم الخلق هو ده المنهج الذي لا منهج له غيره. إذا قل اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، لا بعد ما ذكر الرب بين هذا الجانب، إن قضية الاتباع دي مش اتباع بالإكراه وعمل نفرفص وعايزين نهرب من الأمر وعايزين نزوغ، لا، لا إله إلا هو، فجاء بالألوهية التي تحول العبادة لتقديس وحب، والألوهية تعني غاية الحب غاية الذلة. يبقى مش نتبع ونحن مكرهين، نتبع ونحن محبين راغبين لكل ما جاءنا من عند رب العالمين ومن عند سيدنا المرسلين. الآية قلت جمعت منهج تربوي كامل، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. الله، طب ولسان الاله ده ينفع معاه نسمع كلامه؟ واللي عصى الاله نسمع كلامه؟ واللي جعل له شريك واللي جعل له ند واللي جعل له ولد وعايز يخليه يعطيه نفس حق التشريع بتاع رب العباد ننصح له؟ اذا جاءت الخلاصه في هذه الايه: اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين. وأعرض عن المشركين. إذن الآية رسمت لنا كل معالم الطريقة. المسلم مطالب ألا تلقى أي أمر في حياته إلا ما أمر، ولا يبني حياته إلا على وحي الله، وأنه لا إله إلا الله، لا تأليه ولا تخليص ولا محبة إلا لله، لا طاعة ولا انصياع ولا أمر إلا لله. حصل الامر لذاته. اذا قل تعالى: بل لله الامر جميعا، قل ان الامر كله لله، الا له الخلق والامر، تبارك الله رب العالمين. يبقى دي تسمى وحده التلقي، اتبع ما اوحي اليك من ربك، وحده التربيه، كلنا هنبقى ربانيين. الرباني يظلم الرباني، الرباني يسيء الرباني، وصلت؟ ها؟ يبقى وحدة التلقي، وحدة الإجابة والاستجابة. ها؟ لا إله إلا هو، توحيد الحياة كلها من مبتداها لمنتهاها في الوحي. وده الأصل في العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وده الأصل في المنهج. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا مسلم. وده معنى ربانيه، ولكن كن ربانيا. وكأيم من نبي قاتل معه ربيهم الكثير. هذه الايه جمعت خلاصه الدين كله. اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو، ثم قال: واعرض عن المشركين. الكفر بكل الطاغيت وإنكار كل الضلال وضحت. الكفر بكل ما هو شرك، كل من تلقى أمرا من غير الله رد، فلا نجاريه بل أمرنا أن نعاديه، لا نوافقه في غيره ولا اتبع له امرا. خلاص انتهى. انا مت بالعرض عنه كل سرعه. واعرض
عن المشركين. لكن الحقيقة لما أعرض وسيبها كده مفتوحة، يا ترى الإعراض ده إعراض كر ولا فر؟ كر ولا فر؟ يعني هعرض هسيبه في حال يموت على كفره وضلاله وغيب، ولا إعراض ده اسمه إعراض فر؟ إعراض الكر إن أبعد عنه شوية ثم أعود له لآخذ بناصيته الحق. الحقيقة كل سورة الإعراض جاء في القرآن جاءت من منطلق إعراض الكر للفر. لما تسمع وأعرض عن الجاهلين، أعرض عن المشركين، مش هسيبه في جهله ولا في كفره لغاية ما يموت كافر خش جهنم، لأنني مطالب بإنقاذه. فالإعراض إعراض كر لا فر. والقرآن لخص هذا في آية أخرى حين وصف لنا أسوأ ما يمكن أن نتصوره الإنسان، خلي بالك، من الكفر والنفاق. فقال تعالى عمن مش كفر ونفق بس، ده كفر ونافق ورفض الإنصياع للحق بل سماعه أو قبوله. وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود، بس لا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ ها؟ أصابتهم مصيبة بسبب ذنوبهم، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. من إيه أردنا؟ أردنا بإيه؟ بصد عن دين الله وعن سنة رسول الله، بصد عن الوحي. فكيف إذا صمت مصيبة مخدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ ده معناه أنهم استحلوا الجرائم وصد عن سبيل الله واعتبروا ده توفيق من الله وإحسان. تخيل لما مجرم أو مشرك يعتبر كفره وضلاله وغيه ونفاقه إحسان وتوفيق من الله، هتغيره زي ده؟ في ألعن كده؟ ومع هذه اللعنة رب العباد قال له فأعرض عنه، كرر الفرق لا أوضح المكرر، قال فأعرض عنهم وعظهم. طب واللي اعرض عنه اعراض فر هيعزم ولا هيفر ويسيبه؟ لما يقول فاعرض عنهم وعظهم دلت عظهم على انها اعراض كر لا فر. فاعرض عنهم وعظهم بس الا وقل لهم في انفسهم قولا بليغا رغم كفرهم ونفاقهم وضلالتهم. ايوه ليه؟ لان الامل في هدايتهم ينقطع. وكم من ضال هداه الله، هم اصحابك ليه؟ قبل الإسلام كانوا أضل خلق الله، لو سكت النبي عنهم لماتوا عرضا للغيهم. كان عمر ده هيبقى أسطورة العدل ولا كان هيذهب زي خالد زي خالد ولهب أبو جهل صلى الله عليه وسلم؟ خالد أبو جهل، خلي بالك أبو جهل خالد سيدنا عمر شقيق أخو أمه. ها؟ وضحت؟ بعدين شتم بينهم. أبو جهل كان كبير السن طاعن فوق السماعات، سيدنا عمر كان شاب، فضلاله كان أشد من ضلال خاله، لأن ضلال بقوة غير ضلال مع الضعف. عنفوان عمر أشد من عنفوان أبو جهل، وخاله. الأمر الثاني إن عمر لما كان في الجاهلية كان بالفعل أشد من أبو جهل، أشد من خاله. وإذا كان أبو جهل نكل بمن أسلم، عمر كان أشد تنكيل. حتى يقول ابن مسعود، ابن مسعود قبل ما أسلم يقول كنا نقول قبل إسلام عمر لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر، لو حمار بن الخطاب أسلم عمر مش هيسلم. ما كان أحد منهم يتصور أن عمر يتغير ويتحول. هذا التحول الشديد ليه؟ لأن أعرض عنهم وعظهم في أمل يتغير. ولما تغير عمر بعد ما كان أسطورة في الجهالة وقوة ضاربة، لأن له همة عالية وعزيمة عالية وإرادة عالية، تحولت هذه القوة لله، صار قوة في الحق.
ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. لو فقهوا في مع قوة العالية هيقطع طعالي، هيقطع طعالي. فالأمل في هؤلاء لا خطأ. لذا يقول: فاعرض عنهم وعظهم، انصح من آخر نفس بس، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. امدح كمان، مش تنصح بس. لو المدح له تأثير وهيجيب نتيجة امدح. انت رجل عاقل، انت رجل رزين، انت رجل عظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا من محمد بن عبد الله رسول الله إلى سيدنا قوقص، إلى النجاشي، إلى كسرى. بس لا، في كل مرة يقول: إلى كسرى عظيم الفرس، إلى هرقل عظيم الروم، إلى المقوقص عظيم مصر. هو عنده قوم عظيم، لكن هل هو عند الله عظيم؟ ده جزم ابن جزم، اللي مات على الكفر ده جزم ابن جزم، هيجيب العظمة فين؟ واضح؟ لكن لما يكون له عظيم باعتبار أنه عظيم قوم وسيد قوم وحاكمه ومتحكم فيه، فالنبي يقول له هذا من باب طاعة الله. قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. النتيجة أن هذا الكر كان سبب تغيير الخلق، سبب عودة وإنابة الكافر للدين، سبب عودة المنافق وإنابة للدين. إذا هذه القاعدة: اتبع ما يوحى إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. الوقت خلص. ها؟ 19 دقائق. 10 دقائق على ال... الشروق ولا على الصلاة؟ لا، الصلاة. الصلاة. أنا بس عشان أديكم فرصة تقول أذكار قبل ما تصلي. نختفي بهذا زي بعض الآيات طويلة، لكن خلي بالك الآيات كلها مرتبطة بهذا الآية. لكن حظكم بقى أخذتوا آية واحدة النهاردة، ربنا ينفعكم بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.